بدأت الحرب في سوريا باسم محاربة الإرهاب وداعش والنصرة، ولكن سرعان ما تحول إلى صراع التموضع وتحصين المراكز والنفوذ في سوريا. الملف السوري تحول إلى ملف دولي بامتياز، ومهما كان شكل هذا الحل سيكون بإشراف دولي ولا سيما الأمم المتحدة. ولكن ماذا يتوجب علينا القيام به كمعارضة؟ كمعارضة حقيقية يجب أن نحمي قيم الثورة التي خرج من أجلها أبناء الشعب السوري لتحقيق العدالة، الحرية، المساواة، التغيير الديمقراطي. علينا من وجهة نظرنا أن نتفق كمعارضة حول التقاطعات الرئيسية أو التوافقات الرئيسية حول القضايا المعنية بالأزمة السورية. علينا أن نتفق بالدرجة الأولى على شكل الحكم في سوريا، كيف سيكون شكل الحكم في سوريا المستقبل، شكل النظام كيف يكون، هل هو لا مركزي، هل هو فدرالي، إلى ما هنالك. كيف سيكون شكل الدستور السوري الجديد، هل سيكون دستورا ديمقراطيا يحمي حقوق المواطن السوري، حقوق المكونات، الهويات، الثقافات المشتركة التي تشكل بجوهرها الهوية الوطنية الجامعة للسوريين. هل سيعزز هذا الدستور المشاركة الحقيقية للمرأة والشبيبة في كافة مجالات الحياة؟ هل سيحمي حقوق هاتين الفئتين بالدرجة الأولى؟ إلى ما هنالك من قضايا مجتمعية مترسخة في الداخل السوري أو في الحياة السورية. كنا سابقا نقول أن مشروع الإدارة الذاتية يمكن أن يشكل حجر الأساس لحل الأزمة السورية، ولكن باعتقادنا يجب أن نتفق على مؤكدية أن هذا المشروع هو حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. الإدارة الذاتية بما لها وبما عليها، وبالتالي أن نسعى من أجل شرعنة الإدارة الذاتية الديمقراطية. التركيز على الحل السوري عبر الحوار السوري مهم جداً. الحل السياسي خطوة أساسية أمامنا خلال المرحلة القادمة، لأن الحلول العسكرية أثبتت فشلها خلال 10 سنوات مع عمر الأزمة السورية. هل سنتفق معاً على أن تركيا هي دولة احتلال وتحتل الأراضي السورية، ونطالب بإنهاء الاحتلال التركي المباشر في سوريا، وأن تركيا هي جزء أساسي من المشكلة السورية ولا يمكن أن تكون جزءاً من الحل؟ في الختام أود أن أشير إلى كلمة أو مقولة لإيمانويل وارنشتاين في حديثه عن نظام أو الأزمة في النظام العالمي الرأسمالي. يقول: هناك شيء ما سيبنى، إذا لم نكن مشاركين في هذا البناء فإن الآخرين سيحددوه لنا. أود أن أقتبس من هذه الجملة مقولة: القوى المعارضة الديمقراطية الحقيقية، هناك شيء ما يبنى في سوريا، إذا لم نكن نحن مشاركون في هذا البناء مشاركين حقيقيين وفاعلين، عندئذ الآخرين سيحددوه لنا. شكراً.